بيت يشوف آرثر مع مع الجروب. دانسرز، عم عم نجمعهم، هو حياخد روح. بالظبط. هذا الشيء I just wanna see it. بحس انه اوكي. كتير overwhelming. كل ما اطلع انه عم نعمل هيدا الشيء كل ما انصدم انه هالفيجن عم بتصير. هاي جايز، انا هلا قاعد بالست مثل ما شايفين وراي، واليوم رح نخبركم اكثر بهالدوكيومنتري عن كل الاكسبيرينس، كل العالم كيف اخترعناه من الصفر بكل الستايلز. صح، هلا جايز عند روجي. هلا جاي التيم كله، توني واندي وروجي وساندرا، نحكي بالشوت، نحط سكادجول، and this is Roger. Roger. Hello. This is our producer. Oh, كل حماسة. أنا وأندي، we are the creators of العالم تبع بتعرف شنو أحبك. الميتينجز كانوا ما بيخلصوا، أخذ معنا 3 أشهر تحضير. هيدا أول مرة بنعمل هالقد ميتينجز بحياتنا خلال 3 أشهر من التحضيرات، على طول عم نحكي مع every department، عم نخبره الفيجن، عم نشرح له أكثر عن شو بدنا. عن جد الشغل كان كثير كبير، التفاصيل كثير كثار، أكثر مما بتتخيلوا. الشغل على السات مثل ما عم بتشوفوا، قد إيه دقيقين وعم بيشتغلوا على أوراق قدامهم على بوكلت، وقد إيه بالثانية عم يشتغلوا كيف بدهم الكليب. سو هول الكوينز الذهب يلي عم نعملهم للمشهد. سو كريستال عم صنع لنا اياهم بهالطريقه. سو بالنسبه لجنرال سبيكينج، ات واز ون اوف ا كايند بروجكت بالنسبه لي، از سبيس حتى اقدر فرجي فيه وات اي كان دو. بعرف شنو احبك يعني الكبد يعني الغلا. الثرون اللي عمل العاصي هو انسباير من البيك اب، reflection of power at the same time beauty. كيف الطاووس عادة القصة تبعه بيفوت شوي الريش تبعه لحتى تؤدرك أنثى. نحن اليوم هلا بستوديو بارتاميان، هيدا زوزو وراي. هاي زوزو. ونحن هلا عم نعمل الست، أول مرة عم نجي نشوفه. اوكي، نحن هلا عم نشوف الخيمه بتستل. قدرنا نخوت ونجن اكثر بالافكار اللي بدنا نعملها. بحس كل مخرج او كل حدا كرييتيف عنده هيدا الشيء بحب يعمله بحياته، يخترع عالم خاص بشيء عم بيصوره ويشوفه عم بيتحقق. نحن عم نشوف عرسه العاصي والتقاليد اللي عم بيعملها العريس قبل ما يستلم العروس. كل شيء عم نخترعه ما عنده بلد بيمثله، ما عنده كلتشر بتمثله. ما عندي منك شيء اهم. ما في لون معين للرقصه، هيدي رقصه بتنعمل باي مكان باي زمان، ما نتابع على ولا شيء، هيدا شيء مخلوق بس لكليب عاصي. ما عندي منك شيء اهم. مصدر باسمك اي نعم، لك النقش مثل الحجر. تعرف شنو احبك. ريهرسلز تمرينات مع عاصي كانوا كثير حلوين. اكيد في رهبه بتكون باول شيء انه عم بلتقي بشخص تربيت على صوته، شخص اكيد عنده خبره كثير كبيره على المسرح وعلى الكاميرا. بلشنا تحضير قبل بوقت طويل، نحن بالعاده بنحضر قبل باسبوع لنقول من اي ميوزك فيديو، بس هيدا التحضير للميوزك فيديو اخذ وقت، اخذ وقته الطبيعي لانه هيك مشروع هيوج بده.
صعوبة الشوت ليست اللي عملناها كانت أكتر شيء بأنه نحن عم نصور سيكونس شوتس، عم نصور مثل ما عم نحضر بالأدت. مثل ما شفتوا عدد دانسرز كتير كبير وعدد الكاست والكرو. هلأ كيف قدرنا نحن نسيطر على السكادجول بكامله؟ هو طريقة كيف نحن محضرين أول شيء البراب، وتاني شيء حسب يعني أدل الكرو والكاست هني بروفيشنالز. كل شيء كان واضح، كل ديبارتمنت كان عارف شو عم بيعمل، كان عنا ثقة بأفري سينجل بيرسون كان عم بيشتغل على هيدا البروجي. كان الشغل كتير كتير سهل وحلو. 5 7 8 5 4 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
مثل ما شفتوا هي الفكره تبع البروجي انه في عرس بقلب تنت. بقى التشالنج كان انه كيف بتنت نوعا ما مسكره وفيها كثير قماش، كيف انه نخلق مود انترستينج ونعمل شيء ما يبين فلات. سو مشان هيك خلقنا كانه في هيك مثل بيم اوف لايت جاي بالسنتر، وكل شيء حواليه بيصير بزونز اعتم، وعملنا هيك كولر سيبريشن بين هيدا اللايت اللي بالنص وبين الاشياء اللي موجوده على الاطراف. والفكره او الكونسبت في كثير عندنا ترانزيشنز، وبالاديت في كثير قصص عم نجرب نعملها تبين كانها هي وان شوت. سو مشان هيك كان احسن انه نكون عم نعمل بري لايت وعم نتاكد من كل شيء قبل بنهار. اكيد كل النهار بلا ليش انا شو خصني بالموضوع؟ ضلك ليحه وضلك عم بتصور. هن صراحه انا اول ما وصلت البورد كان اول تليفون دقيته لسيرج واندي، قلت له شو عامل؟ اللي كثير زمان ما شفت هيك بورد، قلنا كثير زمان ما شفنا بروجكت بهيدا الليفل بهيدا الكواليتي، قلنا كثير زمان ما شفنا استاذ عاصي وغيره من الفنانين عم بفوتوا على بيك برودكشن. تقريبا من 5 سنين نحن مش شايفين هيك، اذا مش اكثر كمان. ليك هو سيرج وعندي اثنيناتهم اشخاص كثير منيح عارفين حالهم شو بدهم وشحين البروجي كثير منيح. وقتها بتشتغل مع مخرجين عارفه حالها، مع اشخاص عارفه حالها شو بدها تعمل، بيكون بمحل معين الشغل كثير هين، لانه كثير هين توصل للفكره اللي هن قاشعينها، ما في ضياع بالموضوع. تعامل مع سيرج واندي بطل تعامل مع دايركتور وكريتيف دايركتور، صار اكثر تعامل مع عائله، مع فاميلي. سهر قدنا صرنا بنفهم مع بعض، قلنا تقريبا اكثر من شهر عم نحضر. اتس ا لونج بروسيس لانه الكونسبت اتس نيو، سمثينج كثير فيه شغل، باليت مانا هينه، والعدد ما كان هين، التياب كلهم كاستم ميد. اول شيء بلشنا بالسكتشز اند فابريك سامبلز بروتوتايبس، كل شيء كان فروم سكراتش. اهم شيء انه كل حدا بهيدا التيم عن جد كان عم يشتغل من كل قلبه. That's exactly what you need لما يكون عندك a big set، كنا مثل like a big family. ويعني الكمية الحب يلي حسيتها شخصيا بهيدا البروجي ما كانت طبيعيه.